الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا الأمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتي في هذا الفيديو الجديد وفي هذا الدرس الجديد من دروس ديال الاس اي. وهذا الدرس هو لي تورسور سينماتيك. إذا اللي ما شافش الدرس ديال لي تورسور اون جينيرال يرجع يشوف داك الكوغرا في لا ديسكريبسيون لتحت. غادي نبداو دابا بواحد النوع من التورسور واللي هو لو تورسور سينماتيك. هذا لو تورسور سينماتيك permet de quoi? Le torseur cinématique, il y a l'outil de la représentation du mouvement. C'est un outil pour représenter un mouvement. Ou bien c'est la description d'un mouvement. Pour décrire un mouvement, il y a l'outil de la chose. Donc pour décrire un mouvement, il y a l'outil de la chose. Il y a le vecteur vitesse ou il y a le vecteur rotation. Donc c'est la description d'un mouvement, le vecteur vitesse ou le vecteur accélération. Dire واحد le rappel ديال هذيك la relation de Varino. هذه هي la relation entre les vitesses. هاد la vitesse كتساوي la vitesse plus oméga اللي هو le vecteur rotation vectoriel AB. هذه هي la relation de Varino. هادو sont des rappels فهاد l'introduction ديال torseur cinématique. غادي ندير واحد l'introduction ديال torseur cinématique وغادي نعطيو exemple. L'exemple غادي ناخذو une liaison وغادي نحاولو اننا نكتبو torseur cinématique ديالها. كما كتشوفوا هذه سي تو ليزون بيفو داكس او اكس. وعندي هنا دو بيس ميكانيك. هذه اللي بنتراب بالقهوي هي لو 1 ولا بيس ميكانيك جوج هي 2. دونك عندي دو بيس ميكانيك سوا واحد البوان بي كيلكونك دون لسباس او بي ايغال ناخذو دي كوردوني اكس ايغريك زد دون لا باز. هاد لا باز بي نسميوها لا باز بي. لا باز بي شنو هي لا باز بي؟ هي هادي اكس ايغريك زد. بالنسبه لواحد الملاحظه مهمه, حنا كنعرفوا بلي ان كيل كو سوا لو بوين كي ابارتيان لاكس, هاد لاكس بالنسبه للبيفو, كيل كو سوا لو بوين كي ابارتيان لاكس ديال البيفو لا فيتيس ديالها شحال كتساوي لو فيكتور نول. هذه ملاحظة مهمة خصكم تاخذوها بعين الاعتبار. دونك اون سي كو لا فيتيس دو تو بوين دو لاكس دو روتاسيون او اكس دون لو موفمون دو 2 بارابور ا 1 اي نول. الى بغينا نترجمو هذه بالمات شنو كنكتبو؟ نكتبو بلي انا كلك سوا لو بوين بي كي ابارتيان لمن لاكس او اكس la vitesse de P de 2 par rapport à 1 شنو كتساوي؟ le vecteur nul. هذه هي الملاحظة بالنسبة لهاد la liaison pivot. حنا غادي نتعرفوا على هاد le torseur cinématique à partir من هاد l'exemple هذا. غادي نشوفوا هاد le torseur cinématique شنو هو. دونك هنا الخلاصة شنو هي؟ on peut définir le mouvement de 2 par rapport à 1 quel que soit le point qui appartient à l'axe ديال الروتاسيون. يعني شنو عندنا هنايا؟ quel que soit le point qui appartient à l'axe de rotation, on a la vitesse égale le vecteur nul, ou on a bien sûr le oméga. Le oméga de 2 par rapport à 1, bien sûr, égale la composante autour de x. On a mis à P, x. On a les deux éléments, le gounaf le oul, gounaf le anahum qui décrivent, il décrit le mouvement, qui est le vecteur rotation ou le vecteur vitesse. Hadi le halal l'oula. دابا ما بغيناش يجي واحد يقول لي انا ما بغيتش غير هذوك لي بوين لي يعني سويفون هذاك لاكس. انا بغيت بوين كيلكونك, بغيت واحد لو بوين بي مثلا, باش ما نخلطوش ما بين هذيك البي اللي هنايا وهادي. غادي نقلب هادي ندير هي مثلا واحد لا كومبوزونت اوميغا. انا غادي ندير اوميغا سويفون اكس, المهم كومبوزونت سويفون اكس. بيان سور حنا كنشوفو بلي كتكون واحد تيتا بوين ولا بحال هكا. يجي واحد يقول لي انا ما بغيتش هذيك لا فيتيس غير ديال لي بوين كي ابارتيان لاكس, انا بغيت واحد لا فيتيس ديال واحد لو بوين كيلكونك دون لسباس. نقول له وي اون بو فير بار لا ريلاسيون دو فارينو, سيتادير بار لا ريلاسيون دو شانجمون دو بوين. اون فا كالكولي كوا لا فيتيس دو بي كي ابارتيان دو بارابور ا 1 بار سيت ريلاسيون دو شانجمون دو بوين, سيتادير ايغال كوا ايغال لا فيتيس de O, parce que O appartient à l'axe, si on voit que O appartient à l'axe, qui appartient
à 2 par rapport à 1 plus le oméga de 2 par rapport à 1 vectoriel OP. Vectoriel OP. Si on a OP, oui, pour la vitesse de O, puisque appartient à l'axe, c'est-à-dire égal le vecteur nul, plus le oméga de 2 par rapport à 1. C'est suivant x, c'est-à-dire si je vais écrire cette écriture verticale dans la base B, c'est x, c'est oméga suivant x, les autres composantes égale à 0, vectoriel quoi? Vectoriel le OP. Le OP égale à quoi? Égale x, y, z dans la base B. Si on effectue le produit vectoriel, c'est-à-dire on élimine ce هذا on élimine, on dira gamma ديالنا شنو كتساوي 0 ياك. J'espère que كتعرفوا الا ما كتعرف la description كاين un cours ديال هذا le produit vectoriel ou le produit scalaire, هبطوا لتحت وشوفوا كيفاش كنحسبوا بهذه الطريقه. كنضربوا على سطر الجوج ونديروا الجوج, كاين واحد لو موان شنو تعطيني اوميغا سويفون زد, وهنا نضربوا على السطر الثالث افيكتيو هذه تعطيني اوميغا ايغريك. سيتادير شنو عندي هنايا؟ كيلك سوا لو بوين بي, كيلك سوا لو بوين بي, je peux calculer la vitesse de P qui appartient 2 par rapport à 1 égale à quoi? Égale moins oméga Z suivant Y plus oméga Y suivant Z. Les ma fahmch chi haja ou la, il dit les commentaires, goul li ma fahmch had yhed li mathalan, goul li ma fahmch dqiqa, jouj jouj dqiq 30 ou bhal hakda. ونعاود نشرح ما كاين حتى شي مشكله. الاهم هو انكم تستافدوا. اذا هذا هو كيلكو سوا لو بوين بي لا فيتيس, اون بو كالكولي لا فيتيس. عرفنا كيفاش نحسبوا هذيك لا فيتيس ديال لي بوين كي ابارتيان لاكس ديال هذا البيفو, وعرفنا دابا كيلكو سوا لو بوين دون لسباس نقدروا نحسبوا لها لا فيتيس ديالها. بمعنى اخر, اون بو ديتيرميني لو موفمون دو تو لي بوين دون لسباس دون لو موفمون دو 2 بار رابور ا 1. سي سا. C'est-à-dire, on a la vitesse et on a le oméga. Si on a les deux, on a le mouvement. On a oméga suivant x. On a c'est-à-dire, on a le mouvement. On a défini le mouvement en tout point. D'abord, on a défini le mouvement entre la pièce 1 et 2. Je nous définis. Je nous définis. خاصنا نعرفوا هذاك لو موفمون دو روتاسيون اللي خاصنا نعرفوا هذا لو اوميغا هذا ياك, وخاصنا نعرفوا واش اخر, خاصنا نعرفوا واحد لا فيتيس ديال واحد البوان, فيتيس دو بوان باغ اكزومبل. ايسي هنايا ناخذوا واحد لا فيتيس ديال واحد لو بوان كي ابارتيان, في هذا ليكزومبل خدينا لو او, لو او بارتيان ساهله لان لا فيتيس ايغال زيرو. يعني باش نعرفوا الموفمون ديال هاد لا ليزون شنو خدينا؟ خدينا خصنا عرفنا هذاك لو فيكتور روتاسيون, وعرفنا واحد لا فيتيس ديال البوان. صافي, اون فوا عرفنا هاد الجوج راه حنا حددنا لو موفمون ديال لو 2 بارابور ا 1. ايسي دونك اون يوتيليز هاد لا نوسيون ديال التورسور. دابا نجيو نشوفو هاد لا نوسيون ديال التورسور شنو كنكتبو. كنديرو في بحال في ياك, 2 2 بارابور ا 1 ايغال ا كوا؟ ايغال كيما شفنا في الكورس السابق ديال لي تورسور, كاين لا ريزولتانت وكاين لو مومون. هنايا لا ريزولتانت هي لو اوميغا دو 2 بار رابور ا 1, و لو مومون هي الفيتيس ديال بي كي ابارتيان 2 بار رابور ا 1. هنايا خاص تقول كيلك سوا لو بوين بي. بارتير دو لا قدرنا نحدو هاد لو تورسور سينيماتيك. هذا هو اللي كنسميوه لو تورسور سينيماتيك. دابا خدينا هاد لو تورسور سينيماتيك يعني غير اكزومبل ديال واحد لا ليزون ميكانيك اللي هي البيفو. غادي نشوفو هاد لو تورسور سينيماتيك. هاد لو تورسور سينيماتيك كيتكتب على جوج ديال الاشكال, غادي نشوفوهم كيفاش كيتكتب. انا بالنسبه ليا خاصك تشوف الكونديسيون ديالي. مثلا نقدر نرجع لذاك المثال السابق, يعني ان قلنا كيلكو سوا لو بوين بي كي ابارتيان لاكس او اكس, شنو عندي؟ عندي لو تورسور دو 2 بارابور ا 1
égal à quoi هذا شنو كيساوي قلنا بلي ان هذا غادي يبقى يعني بحال بحال يعني هادي يعني هذاك اللي قلنا شنو كيساوي هذا شنو كتساوي كتساوي اوميغا سويفون اكس ياك ها هي اللي لقيناها شنو لقينا اوميغا سويفون اكس وبالنسبه لا فيتاس لا فيتاس لقيناها نول تفهمنا يعني داكشي اللي حسبته عادي بالطريقه العاديه كي كنعرفوه هنا جمعناهم بجوج باش زعما نسهلوا علينا هذاك لان شنو هو ان تورسور ان تورسور هو واحد لوتي ماتيماتيك بيرمي دو سامبليفي لو كالكول حنا كتسامبليفي لنا لو كالكول في لو بوين هنا قلنا كيل كو سوا لو بوين كي ابارتيان لهذيك لو بوين بي ياك شنو كتساوي هذه كاين واحد لوتر اكريتور كاين هاد ليكريتور اللي كتكتب على شكل بالطول كتحط لا باز ديالك هنا لا باز راه حنا عارفينها هي ليكريتور اوريزون فيرتيكال هنا اوميغا 0 0 لان هنا عندنا لي سويفون اكس و لي كومبوزونت هنا بلس راه 0 سويفون ايغريك بلس هاد وهنا راه 0 0 0 اذا هذا هو الاخر هذا هو ليكريتور ديالنا دابا الا بغينا كيل كو سوا لو بوين بي في لاسباس كي ابارتيان لاسباس ياك كيل كو سوا لو بوين راه حنا لقينا هذاك لو تورسور ديالها سينيماتيك شنو هو لو تورسور سينيماتيك كترجع كتلقى راسك باللي راك حاسب لا فيتاس وراك حاسب هذاك لو فيكتور روتاسيون نمشيو نحطو شنو عندي لو فيكتور روتاسيون فين راه كيجي الفوق علاش لانه هو ما كيتغيرش يعني اوميغا اكس وبالنسبه لو فيكتور يعني لو مومون سي تادير لا فيتاس هنا في هذا لو كا شنو كتساوي كتساوي هذا الشيء كتجي كتحط له هذا الشيء كما كاين كتحطو موان اوميغا z suivant y plus y oméga z fois le point p. هادي تقدر تكتبها بالإكريتور بلوتر إكريتور بطبيعة الحال علاش كان هنايا راني بحال اللي كنزرب لأن راني مفترض بلي أنكم شفتوا هذاك الدرس ديال لي تورسور راه كاين في لا ديسكريبسيون هبطوا لتحت وشوفوه يعني هنا أوميغا 0 0 وهنايا موان أوميغا z هنا غلط هنا شنو كاين هنا زيرو علاش لان هنا ما كاينش كومبوزونت سويفون لاحظوا هذا الخط ما فيش كومبوزونت سويفون اكس يعني دون لا باز دون لا باز بي يعني هنا شنو زيرو وهنا شنو سويفون ايغريك شنو كاين موان اوميغا زد وهنايا ايغريك اوميغا سو هادي في البوان بي اذا هذا هو الفيديو اللي كان عباره عن انتروداكسيون اللي عرفنا فيه هذا لو تورسور سينيماتيك بغيب اكزومبل ديال هاد لا ليازون بيفو دابا غادي نمشيو في الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نشوفو لا نوتاسيون جينيرال ديال هاد تورسور سينيماتيك نشوفو لا نوتاسيون شوفو دي رومارك نشوفو لي زوبيراسيون سور لي تورسور سينيماتيك اتمنى ان يكون اعجبكم الفيديو اتمنى ان تكونوا استفدتم من هاد الفيديو لا تبخلوا علي بالاعجاب اذا اعجبكم الفيديو لا تبخلوا علي بالاشتراك في القناه لا تنسوني من صالح الدعاء الله يوفقكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.